اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطبخ المصري، مطبخ مصري بشهاوه الريف المصري الصعيد المصري، بيبقى له مذاق خاص جدا لما نبدا ان احنا نقلب في الاكله ونديها الجوده بتاعتها. يعني النهارده معانا السجق البلدي، في جزار في المنطقه بنوصيه شويه سجق حلوين، البتنجان احنا هاملينه شويه يعني بنستخدمه في طبق مسقعه مع الفلافل او الطعميه المتحمره، ولكن نعمل طاجن سجق بالبتنجان ده موضوع وده حكايه، لان البتنجان غني جدا ومضادات للاكسده وقيمته الغذائيه عاليه جدا، وهو اي نعم من بره اسود ولكن من جوه قلبه ابيض زي الشيف. هنشوف النهارده هنقدمه بطريقه جديده زي لحضراتكم، هتعجبكم بالتاكيد وهتناسب الاطفال والصغيرين وكل افراد الاسره. معانا الخيار والطماطم النهارده هنعمل طبق مخلل. هعمل مزيج ما بين الخيار المخلل والخيار الاخضر الاثنين مع بعض مع طماطم. الطبق ده على السفره بيحل مكان الترشي، انا مش عايزك تشتري ترش من بره. البيت تعملي فيه الخيار، تعملي الطماطم، تعملي الجزر، المخللات ديت مهم جدا انك تكون من انتاج ايدك انت ومن اصابع ايدك العشره. السفره بتاعت النهارده بما ان الجو حر احنا مهتمين جدا بالايس كريم، كل يوم معانا نوع من الايس كريم. النهارده هنعمل سموزي الخوخ بالزبادي، بما ان هو طبعا الخوخ مفيد جدا وخاصه خير ارضنا بتاع سينا والواحات. هنشوف هنعمله مع بعض النهارده مع الزبادي ازاي، مع فليفر من النعناع الاخضر والتلج والسكر، اضافه العسل حسب الرغبه. تفاصيل كتيره النهارده وحلقه بسيطه وسهله، ولكن معلومه غير معلومه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نقول كلمتنا مع بتنجان قلبه ابيض ولكن من بره اسود. انت ما يغركيش نوع الفاكهه اذا كان شكلها، شوف القيمه الغذائيه بتاعتها. مهم جدا البتنجان، مقاوم للاكسده، مضادات اكسده، في عناصر غذائيه، في بوتاسيوم، في كالسيوم، في معادن، مهم جدا ان احنا نستفيد بيه ونعمله باكتر من صنف. مقادير طاجن البتنجان بالسجق البلدي على الشاشه. سجق بلدي وبتنجان كبير صغير يبقى طازه معانا زي الفل. البهارات بتاعتنا ما شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون وكزبره خضراء وكزبره ناشفه الاثنين مع بعض، والمقادير بسيطه وسهله في متناول الجميع. ولكن احنا معانا مشكله مع البتنجان، بيشرب زيت يا مغازي، نعمل ايه؟ احنا مع بعض واحده واحده كده، خلونا نحمر شويه البتنجان دول بعد تقطيعه مكعبات بالشكل ده كده. وانا ما انصحكيش ان احنا نقطع البتنجان ونحطه في مصفى وننزل ميته. ميته دي ما هي قيمه غذائيه عاليه جدا، انا عايز استفيد بيها. فاستفيد بيها ازاي؟ بحط معلقه دقيق صغيره بالشكل ده كده مع رشه ثوم صغيره، فريش بابريكا، وكمان سنه كركم حلوه، وشويه كمون بالشكل ده كده، ونقلب دول مع بعض. معانا طاسه على النار، البتنجان انا حطيته في الزيت يتحمر. ايه التركايه يا مغازي؟ حطيت معلقتين دقيق مع شويه توابل على البتنجان بالشكل ده كده، وهسيبه يتحمر في الزيت على ما نشوف ايه قصتنا مع حته سجق بلدي من عند جزار معرفه او انك انت تعمليه في البيت. مش هو ده الموضوع، اهم حاجه ان انا اتعامل مع السجق ازاي علشان اعمل عمليه صدمه ناريه وما يتقطعش مني ويتكسر مني، وانا عايز شخصيته مع البتنجان الاثنين مع بعض. ده السجق زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ تمام. زي الفل، تمام. ادي السجق بتاعنا بالشكل ده كده اهو، هنبدا نحطه كده ونقطعه مع بعض. اللهم صل على النبي بالشكل اهو، خليه زي ما هو سليم كده لان معاه البتنجان، شخصيته قويه برضو اهو. خلي بالك السجق يتقطع من عند الرابطه بتاعته دي كده عشان نحافظ على شكله اهو. طاسة على النار سخنة، درجة حرارتها عالية جدا، زي ما هو كده هينزل في قلب الطاسة. يا ويلي، اللهم صل على النبي. هو ده، هو ده. زي ما هو كده هنغطي الطاسة بتاعتنا، مهم جدا علشان نحافظ على السيولة اللي موجود فيها. زي الفل. خلص الطاجن معانا، النظافه في ايدك اول باول، مطبخك رايق، تقفي رايقه في المطبخ، نفسك مفتوحه تعملي طبق واثنين وثلاثه واربعه بالشكل ده كده اهو.
بنجهز البايركس بتاعنا اللي هنحط فيه الطاجن بتاعنا. نشيل ده كده من هنا. تمام. طيب معانا نعناع اخضر، دايما بيكون في مطبخك الروزماري النعناع الاخضر ده مهم جدا. طيب انا عندي السجق خلاص استوى، عندي البتنجان زي الفل، اختيار بقى ليك. عايزه تعمليه بالطماطم اهلا وسهلا، عايزه تعمليه بالبتنجان كده حافظ شخصيته باللون الحلو ده كده اهلا وسهلا. اه ولكن هنعمل حاجه حلوه قوي، عندي ميه بتغلي على النار بوكي جرنيه اهو زي الفل، السجق بدا شخصيته تظهر. ناخد البتنجان بتاعنا بعد التحميره الحلوه دي كده بنحطه هنا. ما تشربش زيت، اتحمر وتلدن وزي الفل. ادي البتنجان بتاعنا اللهم صل على النبي بالشكل ده كده اهو. بدون ما نخش في تفاصيل، انت بتجيب اللحمه من عند الجزار، تتاكدي طبعا من الجزار مديك حته لحمه حلوه، اذا كانت بقري او ضاني او كندوز مفيش مشكله، مش هو ده الموضوع، المهم تكون حته لحمه طازه. ودايما احنا بيكون احنا المصريين يعني، والكلام ده احنا وارثينه عن اجدادنا وعن اهالينا، بيكون في علاقه مع عم محمد الجزار، مع عم ابراهيم اللي في المنطقه، الجو اللي احنا عارفينه ده يعني. لغايه دلوقتي احنا مثلا عندنا في البلد بنتعامل مع جزار معروف، هو ما بنغيروش، كان والدنا الله يرحمه يتعامل معاه وهكذا، فنفس الموضوع ده. فبتجيب حته اللحمه بتغسليها بميه ساقعه، ده الطبيعي قبل التقطيع، جايبها متقطعه وزي الفل، بتغسلها برده بميه ساقعه، اللحمه ما تتغسلش بميه سخنه. شايفين السجق له شخصيته ازاي في قلب الطاجن، البتنجان تحت منه زي الفل بالشكل ده كده. عندنا درجه حراره الفرن 180، مهم جدا نحط حاجه لطيفه كده. شفت شويه البصل دول على الوش، شويه البقدونس دول على الوش، وهتخش الفرن. اه طيب انا دلوقتي علشان وقتنا طبعا احنا محكومين مع الوقت بتاعنا، ولكن احنا عايزين نعمل كل حاجه حلوه ترضي حضراتكم، وبقدر الامكان ان احنا نشوف ازاي نستفيد من الوقت بتاعنا. احنا البتنجان عملناه طاجن ودخل الفرن خلاص، هنرجع بعد الفاصل هنعمل سلطه بطبق المخلل اللي هو الخيار المخلل مع الخيار الاخضر مع طماطم بطريقه الخاصه. طبق السلطه ده سميه كده في الموسوعه بتاعتك طريقه الشيف البغازي للسلطه او للمخلل، الخيار مع الطماطم الاثنين مع بعض. وهنعمل سموز الخوخ بالزبادي مع النعناع، حاجه لطيفه في الجو الحر ده كده ترطب علينا وتخلينا قاعدين في البيت زي الفل ومبسوطين بنتفرج على القناه الاولى. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا ايه حكايه ان انت تعملي طبق يفتح الشهيه على السفره، ايا كانت بقى السفره، عليها رز محمر، عليها كبسه، عليها كشري، ايا كان، احنا المصريين نحب دايما حاجه تفتح الشهيه، يقول لك والله انا متغدي ومش عايز اكل، بس اول ما بياكل الخيار المخلل قرن الفلفل الحار بيبدا يحط ايده ويخش في الايه؟ في التفاصيل بتاعه السفره. معانا طبق النهارده سميه طبق مقبلات على طريقه المغازي، خيار اخضر وخيار مخلل. مع طماطم مع نعناع اخضر مع بقدونس مع كزبره ملح وفلفل عصره ليمون معلقه خل زيت زيتون. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي سريعا. حلو قوي. اول حاجه ناخد الخيار الاخضر الفل ده كده نقطعه بشكل حلو وليكن كده مثلا اه بالطول كده عشان يا عم الشيف التخليله تخش جوه الخيار. اه حلوه بالشكل ده كده، دي تقطعها حلوه عشان يتخلل معاك بسرعه. اه نفس الطريقه اه اه الخيار بيساعد على الهضم، مفيد جدا للجهاز الهضمي، مشاكل الامساك صديق المعده، مفيش منه مشاكل سواء بتكليه مع زبادي سواء بتكليه في طبق سلطه الفتوش ايا كان. اه الأطفال بيحبوه لأنه برضو فيه نسبة سكريات كده والواحد بياكله زي ما هو زي الفل. اه ادي الخيار بالشكل ده كده اه عينية زي الفل. تمام. التقطيعة دي مهمة جدا، وانت بتقطع الخيار تخلي بالك بقى في حاجة مهمة، البعض بيقشر الخيار، أنا ما بحبش الخيار يتقشر، الخيار يتغسل كويس عشان تغسليه كويس بتنقعيه في شوية مية 10 دقايق 5 دقايق مهمين جدا، بتبدأي تتعاملي معاه زي أي نوع خضار. انما انك تقشر الخيار الخضار بتاعه ده جمال،
بالشكل ده كده. حلو قوي، ده طريقه سهله جدا للامانه. وانا اتفاجئت ان الخيار المخلل في البيت عندي متوفر، اتفاجئت المدام بتعمله في البيت، جايبه البرطمانات بتاعه السمنه القديمه، برطمانات المربى، وحاطه في جايبه الخيار الصغير ده، وحاطه معاه خمس ست فصوص ثوم، قرن فلفل حار، اتفاجئت بالروزماري في قلب البرطمان، كلت خيار مخلل ما كلتوش ابدا مره في حياتي. اولا اتحكمنا في الملوحه بتاعته، اتحكمنا في الخل، الميه نظيفه اللي احنا بنخلل فيها، مهم جدا التخليل يكون في البيت. ادي الطماطم مع الخيار بالشكل ده كده. طب هنعمله ازاي سلطه ونعمله مخلل يا شيف مغازي؟ واحده واحده معايا كده، عشان ده اختراع مني انا كده اهو. هنجيب الكبه الصغيره، النظافه اول باول. حاضر عينيا. بيقول لي السجق اخباره ايه؟ اعمل للمخرج سلطه، اعمل له ايس كريم، اعمل له سموزي، هي الهبر. تعالوا مع بعض. ادي الكبه، ناخد الخيار ده كده بنحطه في الكبه، واحدة تانية، فص توم حلو معانا كده زي الفل اهي، فص توم اهو بالشكل ده كده، سنة شبت صغيرة في قلب الكبة، معانا كزبرة خضراء، بناخد ورقتين حلوين بالشكل ده كده. الطبق ده كل ما يقعد في التلاجة كل ما يحلو. ادي الكزبرة الخضراء زي ما هي كده في قلب الكبة، شفت الجو ده كده، زيت زيتون معاها، حاجة سريعة كده وزي الفل تغنيك عن انك تقف في محل المخلل وتشتري المخلل انت تعمليه في البيت. ده زيت زيتون حلو قوي، شوية خل، عصرة ليمون زي الفل، وادي الليمون، وفي قلب الكبة يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم، زي دول كده مع بعض. يلا خلص الكلام. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ زي ما هي كده. شايفين؟ ادي السلطه بتاعتي دي. طبعا زي ما قلت من فتره كده، من اسبوعين او 15 يوم، في انواع من السلطه او المقبلات كل ما تقعد في الثلاجه كل ما تحلو، زي اللي معايا دي كده. بناخد خس كده اهو، بحط خس كده بلدي في قلبي الطبق بتاعي، شفت الجو ده كده، الشغل بقى بتاع الايه؟ الفنادق والمطاعم، تعلى معاك كده وتبقى زي الفل. الخس ده يتاكل. اللهم صل على النبي. فيها خيار، فيها طماطم، فيها كزبره خضراء، فيها عصير ليمون، فيها زيت زيتون، فيها توم طازه هرم اهوت زي الفل. ناخد الصوص ده ينزل عليها كده، وطبق سلطه او مكبلات سميه زي ما تسميه على طريقه المغازي. هتاكل الطماطم زي الفل اهي مكانها اهي. الجرنش بتاعها عود نعناع زي الفل، بنحطه جنبيها كده لان فيها توم وما ينفعش ان نحب ريحه بقنا توم بالشكل ده كده زي الفل. نشوف الطاجن بتاعنا اخباره ايه. اللهم صل على النبي. طاجن البتنجان بالسجق البلدي، مكانه فين مخرجنا؟ طبعا مهم جدا النظافه، مطبخك نظيف، انت واقفه في المطبخ رايقه ومزاجك رايق. ايه الحلاوه دي؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. لا ما تقوليش بقى، اكلت السجق بالشكل ده قبل كده؟ بس المشكله لما تضرب هنا المعلقه من تحت مش هيطلع لك بقى لا برغل ولا فريك ولا الجو اللي احنا عارفينه ده، هيطلع لك بتنجان ابو قلب ابيض. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الحلاوة؟ ايه الحلاوة؟ هو ده. لا انا هسيب والله العظيم للامانة، لو انا هاكل البتنجان واسيب السجق للضيوف، ما يلزمنيش السجق، شبعت سجق. السجق مستوي والبتنجان مستوي بالشارب زيت وزي الفل. الف هنا وشفا اللي ياكل. معلقة هريسة حمرا خلي بالك، وتخلي السواد في البتنجان والسواد جمال مع البتنجان. طيب هنعمل مع بعض دلوقتي سموزي الخوخ بالزبادي، مقاديره على الشاشة بسيطة وسهلة. زبادي خوخ بتاعنا، بتاع سينا، بتاع الواحات، من خير أرضنا اللي بنصدره للدنيا كلها. ربنا أنعم علينا السنة دي طبعا بالجو اللي احنا فيه ده والكورونا والمشاكل،
ربنا عوضنا بشوية فواكه السنة دي للأمانة رهيبة، من البطيخ لكل أنواع الفواكه، معانا خوخ، معانا زبادي، معانا سكر أو عسل حسب اختيارك، يعني ممكن تحط سكر أو عسل زي الفل. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض إزاي. وإحنا واقفين كده مع بعض نعمل سموزي الخوخ، سموزي الليمون، سموزي الكنتالوب. الحاجات دي مطلوبة طبعا في الايه، في الايام الحر دي كده. احنا كل يوم كان معانا نوع ايس كريم، حبيت النهاردة اعمل سموزي الخوخ. زي الفل. هنجيب الخلاط بتاعنا. ما عندكيش تلج في الفريزر، بتحط الخوخ ده في الفريزر شوية يديكي درجة تبريد عالية، بس ما تنسيهوش خلي بالك عشان ما يكسرلكيش السكينة بتاعت الخلاط. اوعى انت مستعجل ليه؟ هناخد الخوخ ده كده زي الفل. ما احنا بنعمل حاجة حلوة، احنا قبل ما نطلع الهواء بتاعنا بنجرب كل الحاجات بتاعتنا، خلوا بالكم عشان تتبسطوا معانا. نزل الخوخ كده في قلب الخلاط، اوعى تنسى نوايا هتعمل لك مشاكل. أول حاجة الخلاط هيبوظ، ابتدي عليا. نزل الزبادي، اللهم صل على النبي. ورقتين نعناع أخضر، خلي بالك العروق مرة، ربنا يكفينا شر المرار، قول آمين. نعناع أخضر، تاخدي الورقة بس وتسيب العرق، تعملي تبولة تاخدي الورقة بس وتسيب العرق، تعملي فتوش تاخدي الورقة بس وتسيب العرق، تعملي سلطة زي اللي عملتها دلوقتي تاخدي الورقة وتسيب العرق، وهكذا. ننزل بالسكر، اللهم صل على النبي، ونشيل كل ده من هنا. عينيا أهو، معانا مية مبردة لأن معانا الخوخ أهو، هو ده هو ده. بس خلص الكلام، نظبط ده كده ونشغل الخلاط بتاعنا. خلص الكلام، احلى سموزي، ساعد على الهضم، الخوخ قيمته الغذائيه عاليه جدا، مفيد، بيعلي الذاكره، مضادات اكسده. الخوخ من الفواكه الغنيه بالقيمه الغذائيه. السلطه عايز اقول لحضراتكم يعني بتلعب دور كبير جدا، زي المثل ما بيقول بنضرب عصفورين بحجر، طبق مخلل وطبق سلطه الاثنين مع بعض. الخيار جماله مع البطاطا طماطم الحلوه، وهي شربة البهريز والصوص بتاع الخيار المخلل مع التومه الطازه وعصير الليمون وزيت الزيتون، سجق بلدي مع البتنجان، الاثنين بيتنافسوا في طبق واحد، حاجه لطيفه وجميله ما خدتش مننا وقت. والمغازي دايما لما بيجي سيره العصير والسموزي يقول ايه بقى؟ زي ما بيقول الشوام، يا صبابين العصير ايه؟ زيدوا حالاته، سامعكم انا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الخلاط مليان، معلش شيل ده كده. يا الله، معايا مخرج شاطر هنا زي الفل. تمام، نصب ده كده كمان. الزبادي مع الخوخ مشروب انا بعشقه، خاصة لو واكل أكلة تقيلة وعايز أنام وما عنديش وقت وعندي شغل الصبح بدري، فعلشان يساعد على الهضم زبادي بالخوخ. اللهم صل على النبي، زي الفل. الكوباية دي ناقصة شوية، دي بتاعت المخرج، عايزة مليانة. حلقة النهاردة أعتقد إن هي بسيطة وسهلة في متناول الجميع، مفيش اختراع ولا حاجة ولا إن احنا كلفنا. جبنا البتنجان بتاعنا الرومي، ريحناه من جو المسقعة، من جو المقلي، خدناه مع سجق بلدي في قلب الطاجن، في ليفر وتست وطعم بسيط وسهل، كزبره خضراء في قلب الطاجن، معلقه هريسه حمراء. التوابل اللي انا تبلتها للبتنجان بتغنيني ان انا اتبل السجق. عملنا طبق سلطه جميل جدا في الطبق بتاعي، شكل الهرم في القيمه الغذائيه بتاعته، دخل الثوم، الثوم مفيد جدا للكوليسترول.
زيت الزيتون مفيد جدا كمان للكوليسترول، الخيار صديق المعده، الطماطم غنيه جدا بالمعادن والكالسيوم اللي موجود فيها، العصير بتاعي جميل بيساعد على الهضم وكمان في الجو الحار اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، ممكن في اقل وقت ممكن نعمل حاجه حلوه، عارفين ليه؟ ايه السر؟ حب حضراتكم لينا والكلام الطيب اللي بنسمعه من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.